يوحنا الاصحاح الرابع عشر قال يسوع لأحبائه وتلاميذه: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، أنا ذاهب لأعد لكم مكانا وآتي وأخذكم إلي، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. بهذه الكلمات كان عم بيودع تلاميذه، عم بيودع أحبائه، كان عم بيقوله أنه رايح على الصليب ليعد مكان لحتى يفتح لنا باب الملكوت، باب السماء، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. في طريق واحدة بتوصلك للسماء: لا تضطرب قلوبكم، إني أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. خلينا نتمسك بيسوع، خلينا نجي لعنده. الوباء الخطير اللي بيجتاح على العالم، هذا الرب قادر يخلصنا منه، وقادر يكون هالوباء هو فرصة للناس ليعرفوا محبة الرب، ليعرفوا أن هذا الشر هو ليس من الله بل من رئيس هذا العالم الشيطان. إن سمعتم صوته فلا تقولوا.